الحمد لله انا عندي ميداليات عندي الحمد لله عندي ميداليات في دورات عالميه دورات دوليه عندي ميداليات في بطوله عالم عندي العاب البحث المتوسط في الالعاب الاولمبيه ما كتبش المكتوب ما سي با غراف واحد حضر ولكن نقدر نقول لك ماشي التحضير ما كانش في المستوى ممكن خساره تاع واحد اهل الاختصاص يقدروا يفهموها ان شاء الله هذه الخساره في ان شاء الله هذه الخساره تاع في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله في قادم الاستحقاقات تكون درس وتكون عبره وتكون خبره بطبيعه الحال كان عالي درجه اخويا مستوى كان عالي بزاف مستوى لازم مستوى على الاولمبيات ما كاش حاجه في الاولمبيات في الرياضه اخويا لازم يكون حاجه لازم يكون مستوى عالي الحمد لله اخو حنا حبينا نشرف الجزائر احسن تشريف وما كاش رياضي راح وما حبش يشرف الجزائر وش راح نقول لك ثاني خويا العزيز وهذه هي الرياضه مكسب وخساره كيما تفرح كي تربح واحد ثاني يزعف كي يخسر ولكن يتقبل ويزيد يخدم ليوجه خويا العزيز بارك الله فيكم صحه